بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا حول الوصية التي اوصاها الله سبحانه وتعالى للائمة عليهم الصلاة والسلام حيث نزلت وصية مكتوبة من السماء انزلها جبرائيل على رسول الله محمد صلى الله عليه واله وهذه الوصية فيها بيان وظيفة كل امام وكان عليها اختام فكلما نطق إمام فك الختم الذي يرتبط به، وعمل بما في تلك الوصية، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا له وصايا عامة، كما في قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ووصايا خاصة. هذه الوصايا الخاصة توحى إلى الأنبياء، ومن الأنبياء تصل إلى الموصى له. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب، يعني المكتوب، هذه الصحيفة بواسطة جبرائيل، ولم ينزل كتاب- ولم ينزل كتاب غيرها. وكل إمام كان يفك الختم ويعمل بما في ذلك، فلذا كل تصرفاتهم وأعمالهم إنما هي بأمر من الله سبحانه وتعالى. في الحلقة الماضية الحديث الأول من باب أن الأئمة لم يفعلوا شيئًا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل، تلونا قسمًا من هذا الحديث اللي في بيان كيفية نزول هذه الصحيفة والأئمة الذين فكوا الختم المرتبط بهم وعملوا بما فيه من أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام عليهم السلام إلى أن وصلنا إلى هذا المقطع فلما مضى الإمام الحسين دفعها إلى علي بن الحسين قبل ذلك يعني قبل شهادته، ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها يعني في الوصيه ان اصمت واطرق لما حجب العلم، ذكرنا ان فتره الامام زين العابدين عليه السلام كانت من اشد الفترات بطشا لبني امية ومن أشد الفترات على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعلى أتباعهم، حتى أنه ورد في الحديث أنه ارتد الناس بعد مقتل الحسين عليه السلام إلا القليل جدا منهم، وذكر ثلاثة أو أربعة كانوا من حواري الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. في هذه الفترة أي واحد كان يرتبط بأهل البيت كان يقتل، والإمام زين العابدين في هذه الفترة كان في أشد الفترات تقيةً، والله سبحانه وتعالى لأجل حفظ هذا النور، وكان يريد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بالطرق الطبيعية، الله على كل شيء قدير، لكن سنة الله جرت على أن ينفذ إرادته عادة بطرق طبيعية هو جعلها، هو جعلها، الله سبحانه وتعالى قادر لأن يخلق الإنسان من دون أبوين، كما خلق آدم وحواء، لكن سنة الله جرت على أن يخلق الخلق عن طريق الأبوين، في البداية خلق آدم وحواء من غير أبوين، ثم بعد ذلك الناس تكاثر عن طريق الأبوين، استثناء واحد كان عيسى عليه السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولد من غير أب لكن ولد من أم. فالله قادر الآن الله قادر على أن يخلق الملايين والمليارات من غير أبوين، لكن عادته وسنته جرت على ان يخلق عن طريق الابوين لحكمه في ذلك. وهكذا في سائر الامور. الله سبحانه وتعالى حفظ القران من الزياده والنقيصه والتحريف والتبديل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لكن الله سبحانه وتعالى حفظه للقران كان ضمن سنته يعني بالطرق الطبيعيه. جعل له حمله هؤلاء حفظوا القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وكتب القرآن وأي واحد أراد أن يزيد في القرآن شيء أو أن ينقص في القرآن شيء المسلمون ما تركوا له مجالا لذلك حتى أنه روي أن عثمان أراد أن يحذف من القرآن واو فات كلمة واو إن كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. المروي أنه أراد أن يحذف هذه الواو حتى الآية هالشكل تصير إن كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الذين يكنزون حتى الذين يكنزون يكون صفه للاحبار والرهبان اراد ان يحذف كلمه واو لم يتمكن لان المسلمين عارضوا ذلك ولم يدعوا له مجالا لحذف حرف واحد الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ لكن عن الطرق الطبيعيه التي جعلها هو وكذلك الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله هو حفظ هذا الدين، ولكن بطرق طبيعية هو جعلها. مو هو محكوم بهذه الطرق، كلا. هذه الطرق هي التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأن الله جرت سنته بأن يجري الامور عبر الاسباب التي جعلها هو، هو الذي جعلها وهو الذي جعل فيها السببيه. كيف حفظ هذا الدين؟ عن طريق الائمه عليهم الصلاه والسلام من بعد رسول الله صلى الله عليه واله. والائمه ايضا الظروف التي عاشوها كانوا يتعاملون تعاملا طبيعيا. لهم القدره في التصرف، في التكوين. لأن لهم الولاية التكوينية بإذن الله. لكن الله سبحانه وتعالى أراد منهم أن يحفظوا هذا الدين عن الطرق الطبيعية وهكذا ما فعلوا. زين في فترة بطش بني أمية في زمان الإمام زين العابدين. في هذه الفترة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام حفظ الدين. لأن الإمام إذا كان يجي أمام بني أمية ويعارضهم بالجهار كانوا يقتلونه، لكنه اختار أسلوب التقية، وفي هذه الفترة حفظ الدين، وربى مجموعة من الناس، ونشر التعاليم عن طريق الأدعية، لكن بطريقة لا تستفز السلطات في ذلك الوقت، يعني حتى أنه روي أن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كان في كل عام يشتري عبيدا بأعداد كبيرة، وجود العبيد في بيت الإمام في بستان الإمام هذا أمر طبيعي، لا أحد يسأل لماذا في بيتك عبيد؟ خاصة في ذلك الوقت الذي توسعت الفتوحات وكثرت ثروة الناس وكثر العبيد والإماء يبقي فترة عند هذا العبد ويعلمه معالم الدين من التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد والعاد وصفات الله سبحانه وتعالى والأحكام الشرعية وما إلى ذلك بعد فترة هذا العبد يتعلم من المعلم الإمام زين العبدين. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك هذا العبد يتعلم الإمام عليه الصلاة والسلام بمرور سنة كان يعتق أولئكم العبيد والإمام اعتقهم زين العبد حينما يعتق يصير حر إما يبقى في المدينة أو يهاجر في مكان آخر أو يرجع إلى بلده لكن في الحقيقة تربية مبلغ كان وفي كل عام الامام عليه الصلاه والسلام كان يكرر نفس العمليه يشتري من العبيد باعداد كبيره يعلمهم وخلال عام يعتقهم هذه من الطرق التي ساهمت في حفظ الدين وفي نشره بقيت هذه الجذوه حيه الى ان استشهد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في قضية مفصلة، لأن الحكام الجائرين في كثير من الأحيان لا يطيقون وجود شخصيات، حتى إذا هذه الشخصيات صامتة، ساكتة، لا تعارضهم، لا يطيقون وجودهم حسدا، شوف هذا إنسان له فضائل وله محبة في قلوب الناس ما يطيق ذلك، حتى إذا هذا لا يعارضه في السلطة، القضية معروفة أن هشام ابن عبد الملك جاء إلى الحج وكان وليًا للعهد، وكان في الطواف زحام شديد، فأراد أن يصل إلى الحجر الأسود لم يتمكن، بعد ذلك الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام جاء فأفرج الناس له إلى أن ذهب واستلم الحجر وهشام ينظر قال من هذا؟ قالوا لا نعلم والفرزدق كان حاضرا قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم إلى آخر القصيدة المعروفة وغضب الحشام من ذلك وأمر بحبس الفرزدق زياني. هذا يثير حسده لماذا الناس يحبونك الناس يحبون واحد عنده فضائل بعد هذا هو ليس مقصرا في حب الناس له وأيضا من جهة أخرى كانوا يعلمون أن الحق لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وحتى لو ما يعارضه في السلطان لكن في قلبه يخاف منه فلذا يقول الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها أن اصمت إن لا تجاهر وأطرق لما لما حجب العلم يعني في هذه الفترة العلم قد حجب لأنه العلماء قتلوا ومن بقي منهم خوفا كان صامتا فالاجيال نمت وهي جاهله لا تعلم من الاحكام الشرعيه شيئا الا ما يقال لهم حسب ما ارادت السلطه فلما توفي ومضى دفعها الى محمد بن علي عليه السلام ففتح الخاتم الخامس الامام الباقر في الصحيفه فوجد فيها ان فسر كتاب الله تعالى السلاطين الجائرون لا مشكلة معهم مع الفاظ القرآن لأن القرآن حسب ما يقول أمير المؤمنين حمال ذو وجوه يؤولونه تأويلا باطلا والذين في قلوبهم مرض ماذا يفعلون؟ يؤولونه الآية الشريفة تقول: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما عندهم مشكلة مع ألفاظ القرآن. مشكلتهم مع معاني القرآن. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر الأئمة من أهل البيت، عنده مشكلة مع هذا المعنى. شنو يفسره؟ يفسره به السلاطين، حتى إذا كان سلطانًا جائرًا، فاسقًا فاجرًا، يقول لازم تطيعه. بتفسيره يصير تناقض في الآية، لكن المهم عنده أنه يمشي شغلته. وهكذا آيات الجهاد وآيات مقاومة الظالم وما إلى ذلك يفسرها بتفسير يكون بعيد عنه أي جاهد الكفار زين لكن جاهد الكفار والمنافقين من هو المنافق؟ المنافق كان عبد الله بن أبي وقد مات وانتهى أمره مثلا على كل حال تفسير القرآن هذا مهم جداً ولذلك الله سبحانه وتعالى امر الامام زين العابدين عليه السلام ان فسر كتاب الله تعالى. هاي المرحله الاولى. وصدق اباك. وصدق اباك، يعني حتى واحد لا يتصور ان بين مواقف الائمه تناقضا، لا ماكو تناقض بين مواقف الائمه. زين الامام زين العابدين صمت، الامام الباقر فسر القران، ماكو تناقض بينهما. ذاك الظرف وهذا ظرف اخر كما ذكرنا في الحلقه الماضيه. الرسول صلى الله عليه واله في مكه ما كان مامورا بالجهاد، لانه ما كان في مصلحه. لما ذهب الى المدينه اذن. للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. فتره كان مصلحه ان يصلي باتجاه بيت المقدس. بعد ذلك نسخ ذلك الحكم وصلي باتجاه الكعبه. في بدر قاتل المشركين. في يوم الخندق حفر خندقا حتى لا تكون مواجهه مباشره. وفي يوم صلح الحديبيه صالح المشركين. تناقض في المواقف كلا، ماكو تناقض في المواقف، وإنما كل زمان كان له ظرف خاص. في السنة الثانية من الهجرة كان الظرف يقتضي الجهاد العسكري في غزوة بدر، في السنة الخامسة جيش المشركين كان أضعاف جيش المسلمين في غزوة الخندق. والمسلمون ما كانوا يتمكنون من أن يقف امام هذا الجيش الجرار فلذلك الرسول صلى الله عليه واله امر بحفر الخندق حتى لا تصير مواجهه مباشره وفي يوم صلح الحديبيه ما كان هناك مصلحه في قتال المشركين وانما كانت المصلحه في مصالحتهم حتى يتمكن المسلمون من نشر الدين وينتظرون الفرصه وقد حانت الفرصه في السنه الثامنه حينما غدر المشركون ونقضوا العهد فكان رسول الله صلى الله عليه واله في حل من ذلك لان الايه تقول فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم اذا هم نقضوا العهد وقتلوا مجموعه من المسلمين وبعد ذلك الرسول كان في حل وفتح بكه بدون خسائر اصلا فلذا ما تناقض في مواقف الأئمة وإنما كل إمام كان في ظرف خاص ولعله كما يقول بعض العلماء علماء إن الله سبحانه وتعالى أراد للأئمة أن يكونوا أسوة والظروف مختلفة فأنت شنو ظرفك تأسب الإمام الذي كان في ظرفك في مثل ظرفك يعني أنت الآن في ظرف الجهاد تأسب الإمام الحسين في ظرف المهادنة تأسب الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في ظرف نشر العلم تأسب الإمام الباقر والصادق أنت في ظرف داخل في السلطة اضطرارا تأسب الإمام الرضا وهكذا وهل مجرَّة. فإذا كل واحد يرى الظرف الذي هو يعيش فيه ويشوف ظرف الأئمة يا ظرف يشابه ظرفه فيعمل حسب ذلك الظرف مو أنه واحد حسب أهوائه واحد يشتهي الثورة فيقول الآن مثل الإمام الحسين نثور واحد يشتهي المهادنة يقول مثل الإمام الحسن نهادن واحد يشتهي شيء آخر يقول مثل الإمام الباقر واحد يشتهي شيء ثالث يقول مثل الإمام الصادق لا مو المسألة مسألة اشتهاء وماذا تريد وماذا تشتهي وماذا تقتضيه دنياك لا المسألة انه لازم يكون تشخيص موضوعي صحيح. شخص موضوعا انت في اي ظرف اذا بينك وبين الله شخصت انك في ظرف الامام الحسين عليه الصلاه والسلام جاهد. اذا شخصت انك في ظرف الامام الحسن عليه الصلاه والسلام هادن. اذا شخصت انك في ظرف الامام الصادق عليه الصلاه والسلام فانشر العلم. يمكن أن انسان واحد في ازمنه مختلفة يكون في ظروف متعدده كما ان بعض الائمه كانوا هكذا مثل الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام فتره بعد رسول الله حوالي 25 سنه كان في ظرف انه لا يجرد سيفه لكن لما بايعه الناس الظرف تغير صار هو الحاكم فالمتمردون جرد سيفه ضدهم فلذا هنا يقال للامام الباقر ان فسر كتاب الله تعالى وصدق اباك وورث ابنك لان ظرف الامام الباقر وظرف الامام الصادق عليه الصلاه والسلام كان متقاربا لذلك الامام الباقر والامام الصادق جل وقتهما في زمان نطقهما بالامامه صرف في نشر العلم ولذلك الآن أكثر الروايات وأكثر العلم الذي بأيدينا إنما وصلنا عن طريق الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام يعني أكثر من 85 إلى 90% من الأحاديث التي الآن بأيدينا عن طريق الإمامين وصلتنا واصطنع الأمة الاصطناع بمعنى التربية كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى واصطنعتك لنفسي تربية الأمة بأي شيء يكون بالعلم والتقوى والتقوى تنشر أيضا عن طريق التبليغ فالإمام الصادق والإمام الباقر كان مأمورين بأن وأن اصطنع الأمة يعني رب الأمة حتى المخالفون من غير شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إذا عدهم شيء من الحق فإنما هو لأن أئمتهم تعلموا عند الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام إما مباشرة إما بواسطة واصطنع الأمة وقم بحق الله عز وجل في نشر العلم لأن من حق الله سبحانه وتعالى أن يطاع كيف يطاع عن طريق معرفة الناس بحلاله وحرامه بأوامره ونواهيه وعن طريق نشر ذلك بين الناس، وقم بحق الله عز وجل، بنشر العلم والتقوى الناس يطيعون الله سبحانه وتعالى، فيقومون بأداء حقه سبحانه وتعالى، وقل الحق في الخوف والامن، هذه الوصيه للإمام الباقر عليه الصلاة والسلام معناها انه ظرفك مو ظرف تقية وحتى إذا أنت كنت في خوف لا يصابك شيء بسبب نشر العلم. الإنسان إذا كان في حالة تقية تجري عليه أحكام التقية. حتى عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه في حالة التقية الله سبحانه وتعالى أباح له كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبالنسبة لعامة المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يقول: "لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، الا ان تتقوا منهم تقاه". الإمام الباقر الله سبحانه وتعالى في هذه الوصية التي وصلت عن طريق الرسول صلى الله عليه واله، يأمره بأن يقول الحق في الخوف والأمن. لانه الظرف مو تقيه ولا خوف عليك وبالفعل الامام الباقر عليه الصلاه والسلام لم يقتل ولم يسم لاجل نشره العلم وانما سم الامام الباقر لجهه اخرى بل لجهه الحسد او لجهه خوف الحاكم الظالم الاموي من الامام لا من جهه نشره العلم ذاك الظرف ظرف ضعف الدولة الأموية كان، وظرف ظهور أمارات شيخوخة الدولة الأموية، وأيضا حكام بني أمية انشغلوا باللهو واللعب وبأنفسهم، وبعد ذلك ظهرت الدعوة العباسية فانشغلوا بالعباسيين فكان الظرف ذهبيا لنشر العلم فهذا واحد بعد ينشر العلم ما عندهم مشكله وياه لكن قد يحسدونه كشخص بعد شو يسوي؟ هذا ابن رسول الله، هذا هو الخليفه الحقيقي الذي عينه الله سبحانه وتعالى، الامام بعد ما عنده طريقه لأن يمنع حسدهم ويمنع بطشهم. لذا الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي الوصيه النازله من السماء يقول وقول الحق في الخوف والامن. ولا تخشى الا الله لانه لا يصابك من نشر العلم ضرر. بعدين الامام الصادق عندما انتهى من بيان ان الامام الباقر قرا الوصيه ثم قال: ثم دفعها الى الذي يليه. يعني الامام الباقر دفع هذه الوصيه المكتوبه التي نزلت من السماء على رسول الله صلى الله عليه واله إلى الإمام الذي بعده. ما ذكر اسمه تواضعا. قال الراوي: قلت له جعلت فداك فأنت هو. فقال: ما بي إلا أن تذهب يا معاذ فتروي علي. يعني الإمام بطريقة كنائية قال: نعم. ولكن دير بالك لا تروح تنشر هذا الكلام. للمخالفين بحيث انه يكذبونني او يكذبونك او انه يتجه الضرر علي منهم ما بي يعني لا ضرر علي الا ان تذهب يا معاذ فتروي علي يعني اذا انت نشرته بشكل عام راح يتوجه الضرر علي فدير بالك. فقلت: اسال الله الذي رزقك من ابائك هذه المنزله، هذه المنزله الله رزقك بان تكون اماما وان الوصيه النازله من السماء على رسول الله تصل اليك، وفيها بيان وظيفتك وتكليفك. اسال الله الذي رزقك من ابائك هذه المنزله ان يرزقك من عقبك مثلها قبل الممات. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قد فعل الله ذلك يا معاذ، يعني الله قد عين الإمام من بعدي، فقلت من هو جعلت فداك؟ قال: هذا الراقد وأشار بيده إلى العبد الصالح وهو راقد، يعني هذا النائم، وأشار إلى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، فهذا حديث حول هذه الوصية طبعا هناك أحاديث أخرى أيضا ترتبط بهذه الوصية وغيرها سنتلوها عليكم إن شاء الله في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين